قبل نهاية سنوات القرن التاسع عشر، استوطن المزارع المصري محمد صالح قرية أشمون جريسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية لينجب أربعة أولاد، كان أكبرهم محمد سليم الذي رفض الاستمرار في دراسة الزراعة وسافر إلى إنجلترا لدراسة الطب نظير نصيبه في ميراثه بأرض والده، وعاد إلى القاهرة منتصف العشرينيات ليصبح أحد أشهر أطباء التخدير في المحروسة. وفي الحادي عشر من سبتمبر من العام 1930 رزق الدكتور محمد سليم بابنه صالح من زوجته الشريفة زين سليلة العائلة الهاشمية السعودية الأردنية. ولد صالح سليم بحي الويلي في القاهرة قبل أن ينتقل أبواه إلى حي الدقي ومعهما الأبناء الثلاثة صالح وعبد الوهاب وطارق سليم. وبدأت قصة عشقه لكرة القدم في شارع عكاشة القريب من ميدان المساحة وجامعة القاهرة، وصار شباب الدقي يتصارعون من أجل ضمه لفرقهم التي تحمل أسماء شعبية، لكنه أصبح الاسم الأبرز في فريق شارع عكاشة الذي سكنه، وغيرت محافظة الجيزة اسمه إلى شارع صالح سليم. وبعد انتقاله للمدرسة السعيدية الثانوية كانت نقطة التحول في حياة صالح سليم عندما انتقته عين حسين كامل كشاف النادي الأهلي ومدرب الناشئين آنذاك. وبالفعل دخل الشاب الصغير في سن الرابعة عشرة إلى القلعة الحمراء لينضم لفريق الناشئين ويتلقفه مختار التتش الأب الروحي للمايسترو، ويلقنه الكثير والكثير من المبادئ التي تشبعت بها جدران النادي الأهلي عن طريق أبنائه. قبل انطلاقة الدور المصري الممتاز للمرة الأولى في أكتوبر من العام 1948 كان صالح سليم قد حجز مكانه في الفريق الأول للنادي الأهلي، وتحديداً في العام 1947 والذي شهد مشاركته في المباراة الودية أمام المصري البورسعيدي، ونال وقتها من انتقادات الجماهير ما يكفي لينهي مسيرته قبل أن تبدأ. العب بعيد يا بابا، شيلوا الشبل من وسط الأسود، تلك كانت بعض الهتافات التي وجهتها الجماهير الحاضرة لصالح سليم في ظل سوء مستواه منذ انطلاقة اللقاء. لكن فجأة حدث ما لم يكن يتوقعه أحد، وسجل الناشئ الصاعد هدف الفوز للأهلي لتنتهي المباراة 2-1 لصالح القلعة الحمراء، ويبدأ المايسترو رحلة المجد. حصد صالح سليم 11 بطولة دوري من 15 مشاركة، كما حقق مع النادي الأحمر بطولة كأس مصر 8 مرات ولقب كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، كما انضم للمنتخب الوطني منذ عام 1950، وكان قائد الفريق الذي فاز بكأس بطولة الأمم الإفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك مع المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960. سجل صالح سليم خلال مسيرته الكروية 101 هدف، منهم 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و92 هدفا أحرزهم مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس. حقق صالح سليم إنجازا شخصيا كونه اللاعب الوحيد الذي أحرز 7 أهداف في لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادي الإسماعيلي في مباراة أحرز فيها الأهلي 8 أهداف. وفي عام 1980 استطاع صالح سليم الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث استمر في رئاسة الأحمر حتى عام 1988 حين قرر الابتعاد عن الساحة وترك الفرصة للآخرين لخوض التجربة، إلا أنه لسوء نتائج النادي خلال أواخر الثمانينيات كان من الضروري عودة صالح سليم لإعادة الاستقرار مرة أخرى للنادي، ليعود للرئاسة عام 1990 ويستمر في رئاسة القلعة الحمراء حتى وفاته عام 2002. خلال فترة رئاسته للنادي أحرز الأهلي في عهده 53 بطولة، كما أحرز هو وجيله من اللاعبين الدوري 9 مرات متتالية، وهو رقم لم يكسر حتى الآن. بدأت رحلة صالح سليم مع مرض سرطان الكبد عام 1998 عندما كان يقوم بفحوصات دورية لدى طبيبه
وعلم أنه مصاب بمرض السرطان الذي ظل يعالج منه حتى وافته المنية صباح يوم 6 مايو عام 2002 عن عمر يناهز 72 عاماً.